وصف الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي اليوم في المؤتمر الصحفي في قطر بأن مواجهات بطولة كأس آسيا التي تجري في قطر تعتبر صعبة، وأن كل منتخب يريد الذهاب بعيدا في البطولة. وقال أيضا: مباراتنا غدا أمام منتخب كوريا الجنوبية معقدة، فمنافسنا يعتبر من أفضل منتخبات القارة، وشباكهم اهتزت كثيرا، ولكن لديهم عناصر هجومية قوية، واستقبالهم للأهداف يعني بأن فرصتنا في التسيير ستكون مميزة. وأضاف: أعتقد بأن مستوانا في تحسن عما مضى، ونحن نلعب كمجموعة لأن الأداء الجماعي سيكون سلاحنا أمام المنتخب الكوري. وفي رده على سؤال عما إذا كان الألماني كلينزمان مدرب المنتخب الكوري سيندم على اختيار مواجهة الأخضر بعد التعادل مع المنتخب الماليزي، قال: عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه، واجهته كلاعب كان مهاجما رائعا والآن هو مدرب رائع. وأخيرا تطرق مانشيني إلى الشاب طلال حجي بأنه ينتظره مستقبل كبير، لكن من المهم أن يلعب مع ناديه كثيرا، فتطوره مرهون بالمشاركة مع ناديه. وفي الجهة الأخرى قال مدرب كوريا الجنوبية الألماني كلينزمان بأننا لا نخشى المنتخب السعودي، لكنه يكن له الكثير من الاحترام. وأضاف: مانشيني يؤدي عملا رائعا وأنه عمل تدريجي، ومن الواضح أنها مغامرة جديدة بالنسبة له في السعودية ولي أيضا في كوريا. وقال أيضا: طوينا صفحة دور المجموعات وتركيزنا الآن على المواجهة، والكل يعلم بأن الهدف هو الانتصار، وسنعمل على تصحيح الأخطاء بتركيز تام.